هلا والله. الله عز وجل يقول لك لا تشيل هم رزقك ولا تفكر في المستقبل، انا اللي برزقك وبعطيك، ما تثق فيني؟ حاشاك يا رب، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يقول رزقك ما حد راح ياخذه الا انت، لكن عبادتك ما حد يسويها الا انت، فلا تنشغل بالشيء اللي الله عز وجل تكفل فيه وتنسى الشيء اللي الله عز وجل أمرك أنك تسويه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. شايف الشجرة هذه أنبتها الله عز وجل فوق صخرة صماء في أرض جردة، قادر على أن يرزقك بسبب وبدون سبب، إنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يطمنك أكثر ويقول لو ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت للحقه رزقه كما يلحقه الموت. طمن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والله ما تموت لين تأخذ نصيبك من الدنيا ومن الأرزاق ومن الخير، وما أحد يقدر يأخذ رزقك ويحاربك عليه. لو كانت الأرزاق تأتي بقوة ما رزق الطير مع قوة النسر، لكنها تأتي لحكمة فيرزق الطير والنسر لا يدري. الإمام الجوزي له قصة عجيبة ورهيبة، يقول كانت في نحلة فوق نخلة، يجي الطير كل يوم يطلع صوت يصفر لها ويأكلها ويمشي. هذه وظيفته مع هذه النحلة، من اللي رزقها وهي في قمة ضعفها؟ إنه الله الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانت في بطن أمك 9 شهور، من اللي كان يأكلك ويشربك يغذيك يحميك يهتم فيك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ ما نسيك وانت في بطن أمك وكان يرعاك ويهتم فيك، أتظن أنه ينساك الحين؟ وما كان ربك نسيا، حاشاه.